يشرفني وينورني في الاستوديو الاستاذ مصطفى مأمون الصحفي الموريتاني ومدير تحرير موقع كوره انفو. يا استاذ مصطفى منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا بيك واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي العظيم. موريتانيا اخبارها ايه؟ كويسه كويسه. كان عندنا لعيب زمان في الاهلي اسمه دومينيك دا سيلفا. صح. فين هو دلوقتي؟ دلوقتي كان يلعب في الدوري الفيتنامي. موجود في فيتنام هناك في الدوري الفيتنامي. صح. كمل معاه الموسم. كان لعيب مميز بس كمزاجنجي شوي. صح. هو الموسم ده كان مميز مع الدوري الفيتنامي بس المدرب ما اختاروش شيء. ما اختاروش. بس هو سجل اهداف كثيره في الدوري الفيتنامي 12 13 كان قريب من صداره الاهداف. منورين مصر. منوره بهلا طبعا. ربنا يخليك. تقييمك للمشاركة الأولى للمنتخب الموريتاني حتى الآن قبل مباراة الغد أمام المنتخب التونسي، شايف المشاركة إزاي كأول مشاركة ليهم في تاريخ الأمم الأفريقية؟ بالطبع هي مشاركة إيجابية بغض النظر عن النتائج. بالتأكيد منتخب موريتانيا وصل لأول مرة في تاريخ البلاد هذه البطولة التي كانت الأجيال السابقة لموريتانيا تحلم بأن ترى المنتخب الوطني يصل إلى نهائيات أمم أفريقيا. كان الجمهور الموريتاني يشجع المنتخبات العربية بالتأكيد ويقف ويتناسى أن هناك منتخب موريتاني يمكن أن يصل ذات يوم إلى نهائيات هذه البطولة. اليوم أصبح الحلم بالتأكيد واقعا بغض النظر عن النتائج. مع كل ذلك المنتخب الموريتاني جاء من اجل تحقيق النتائج وليس من اجل المشاركه فقط. صحيح تعثر في البدايه. النتيجه كانت مفاجئه بالتاكيد. من ليس لديه متابعه كبيره بمنتخب موريتانيا لا يتوقع الا الهزيمه لانه منتخب ناشئ يصل لاول مره في تاريخ البطوله. لكن من تابع المنتخب خلال السنوات الماضيه مثلنا كموريتانيين بالتاكيد كانت المفاجاه لنا بالخساره 4. لكن مع تقدم ربما يكون الضغط الكبير الذي تلقاه اللاعبون خلال المباراة وأجواء البطولة التي لم يتعودوا عليها بالسابق كانت وراء ذلك. لذلك لاحظنا تحسن نسبي خلال المباراة الثانية أمام أنغولا وفقط بقيت اللمسة الأخيرة إن صح التعبير لولا ذلك لكننا كسبنا نقاط اللقاء بالتأكيد. أبرز اللاعبين في المنتخب الموريتاني مين؟ بالتاكيد من الحديث عن اللاعبين الابرز هناك مولاي خليل بسام هو لاعب من افضل اللاعبين في المنتخب الموريتاني. هو قائد المنتخب الثاني حاليا. الموسم الحالي كان يلعب دور تونسي مع مستقبل قابس. هناك ايضا ادم باع الذي سبق له ان لعب الدور الفرنسي درجه اولى مع باستيا قبل سنوات. لعب ايضا في انديه فرنسيه بالتاكيد وبعد ذلك ايضا لعب في تركيا حاليا عائد من الدوري التركي. من ابرز الانديه التي لعب لها في تركيا غازي انتاب. هناك عبدول با من اوكسير الفرنسي طبعا. وهناك اسماعيل جاكيتي من اتحاد تطاوين ولعب الكثير من الانديه في السعوديه وقبل ذلك في المغرب وغيرها. هناك حسن العيد وعلي عبيد هما قادمان من الليغا الاسبانيه سبق لهما ان لعبوا في الدوري الدرجه الاولى السنه الماضيه حاليا لعبوا في الدرجه الثانيه. مع حسن العيد مع بلد الوليد. طبعا التشكيله معظمها تقريبا تنشط في الدرجه الثانيه في اوروبا بشكل عام. هناك لاعبين من الدول الموريتانيه قله مثل حمي طنجينا من نادي اف سي نواديبو سليمان جل الحارس من نادي اف سي نواديبو طبعا مصطفى جاو من نادي كينغ نواكشوط وهي انديه محليه. طيب فرص الصعود بقى المباراه الاولى خسرت موريتانيا خسرت 4 من مالي وبعدين المباراه الثانيه تعادل مع انغولا مباراه بكره غايه في الصعوبه امام المنتخب التونسي حتى لو المنتخب التونسي مش في افضل حالاته لكن شايف فرص الصعود ازاي والمنتخب الموريتاني عنده نقطه وحيده حتى الان. بالتاكيد المباراه غدا ستكون بنسبه نهائي بالنسبه للمنتخبين الموريتاني والتونسي. لان لو فاز احد هذين المنتخبين بالتاكيد سيصل الى الدور الثاني بغض النظر عن نتائج المنتخبات الاخرى مالي وانغولا. واذا تعثر سيخرج بالتاكيد. المنتخب الموريتاني لديه حظوظه كما لدى المنتخب التونسي حظوظه. المنتخب التونسي بالتاكيد هو المرشح لانه من افضل المنتخبات في البطوله. صحيح ان اداؤه كان مفاجئا صراحه كان مرشحا ان يعبر الدور الثاني قبل الجوله الاخيره. لكن في افريقيا لم يعد هناك منتخب كبير من خلال ما شاهدناه مدغشقر وانديه اخرى منتخبات اخرى. وهذا لكن يجب علينا دائما ان نطرح الاحتمال الاقوى وهو دائما ان المنتخب التونسي يمكن ان يحصد نقاط المباراه بالخبره. ومع كل ذلك ما زال الامل بالنسبه لنا كموريتانيين قائما وحلمنا بالتاكيد في الدور الثاني ما يزال قائما ومشاركه طيبه ان شاء الله بالتاكيد. اذا فزنا على تونس بالتاكيد سنعبر الدور الثاني واذا خسرنا
وتعادلنا بالتاكيد لن نعبر الدور الثاني، لكن تعتبر مشاركه على الاقل مشرفه بالنسبه لي. الايجابيات من المشاركه ايه حتى الان؟ ايجابيات كثيره جدا، لاننا اول مره في تاريخ بلادنا نشارك في بطوله بهذا الحجم. موريتانيا لم يسبق لها ان ذكرت في محافل رياضيه بهذا الحجم، يعني كنا نذكر في محافل اخرى علميه وتاريخيه، لكن اليوم نذكر اصبحنا ايضا امه من امم كره القدم. وهذا بغض النظر عن النتائج المتوقعة، بالتأكيد هناك لاعبين سيحترفون في أندية كبيرة، هناك اهتمام سيكون أكثر لكرة القدم في البلاد، وهناك أمور أخرى كثيرة قد تحدث وحدثت خلال مع وصولنا لنهاية أمم أفريقيا. اليوم الجميع يتحدث عن كرة القدم الموريتانية، لا أحد كان يذكر كرة القدم الموريتانية خاصة عندما تكون في تظاهرة بهذا الحجم. تمام. طيب موريتانيا على الخريطه كده معاها او حواليها الجزائر، مالي، المغرب، والسنغال، يعني منتخبات كلها كبيره وعريقه جدا جدا جدا. ليه تاخر المنتخب الموريتاني في الظهور في البطولات الكبيره، بطولات الافريقيه زي السنه دي كده؟ يعني الاسباب ممكن تكون ايه؟ صح، قبل تقريبا 2010 ولا 2011 لم تكن كرة القدم الموريتانية موجودة بمفهوم كرة القدم. كويس. هناك محاولات كانت بسيطة تحدث من حين لآخر مع انتخاب أي مكتب جديد يأتي بمحاولة. تمام. لكنها غالبا ما تفشل في منتصف الطريق. لكن مع سنة 2011 تقريبا جاء للمكتب الحالي برئاسة رئيس اتحاد موريتانيا كرة القدم أحمد اليحيى الحالي. طبعا عمل مجهود كبير جدا، قام بمجهود كبير جدا وانطلاقة لم يكن أي شخص يتوقعها. بدأ طبعا حينها قررت الدولة أن تمكن من إقناع الحكومة الموريتانية أن تقف وأن تدعم الرياضة الموريتانية وأن تقف وراءها، وهذا طبعا بحد ذاته كان من اسباب النجاح كره القدم بشكل خاص في موريتانيا، لان الدوله اليوم اصبحت كلها تدعم الرياضه، والدليل على ذلك حضور رئيس الجمهوريه قبل ايام لمباراه مالي في هنا في السويس بمعازره المنتخب، وبالتاكيد كلامه بعد المباراه اللاعبين اثر بشكل كبير في اللاعبين واعطاهم دفعه قويه، لانه قال موريتانيا خلفكم بغض النظر عن هزيمه امام مالي، وهذا بالتاكيد ما يخدم كره القدم وما يطورها بالتاكيد. الرجل ايضا لديه علاقات كبيره على الصعيد العالمي الافريقي والقاري الافريقي والعالم بشكل عام، وجلب الكثير من 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 من, من, من المشاريع الكرويه الطموحه. كويس. بنى تحتيه، اكاديميات رياضيه، دعم الانديه المحليه والى اخره. جلب ايضا رعاه للدوريات المحلية والكرة القدم بشكل عام على المستوى المحلي، وطور المنشآت الرياضية. مثلا لدينا ملاعب يمكن أن تحتضن بطولات قارية، مثل سنة 2021 نحن سنستضيف كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، وهذه أول مرة في تاريخ بلادنا، لم يسبق لنا استضافة أي بطولة قارية في تاريخ البلاد. لذلك بدأت كرة القدم ترى نور من سنة 2011. بعد ذلك وصلنا طبعا لأول مرة في تاريخ البلاد إلى بطولة المحليين 2014 في جنوب أفريقيا، ثم تأهلنا بعد ذلك إلى نفس البطولة 2018 في المغرب. وكانت مشاركات بغض النظر عن نتائجها، كانت مشاركات اكتسبنا من خلالها خبرات. إضافة طبعا مشاركتنا في تصفيات 2015 خرجنا خلف الكاميرون. الكاميرون هو الذي توج بالبطولة 2017، ونحن كنا في المركز الثاني في ترتيب المجموعه التي كنا فيها. ومن شاهد في مشاركتنا في تلك البطوله يتوقع ان يرى المنتخب الموريتاني في النسخه المقبله. يعني الواضح ان كان في خطه زمنيه معموله هناك في موريتانيا من قبل احمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وخطه اتت بثمارها وانتهت بمشاركه المنتخب الموريتاني في بطوله الامم الافريقيه 2019 في مصر. لكن فيما بعد هذه البطولة، كيف يفكر المسؤولين في موريتانيا، وبالتحديد أن ممكن يكون في محاولات للتأهل للبطولة مرة تانية، محاولات كمان لما لا التأهل لكأس العالم ومشاركة في تصفيات كأس العالم بشكل فعال؟ الأمور ماشية إزاي والتفكير ماشي؟ بالتأكيد المشروع المستقبلي وكما أكدت عليه اتحادية كرة القدم في البلاد هو أن يبقى المنتخب الموريتاني دائما يشارك في بطولة أمم أفريقيا. هناك أيضا مشروع ثاني وهو وصول إلى نهائيات كأس العالم، أمر صعيب جدا لأن أفريقيا يتأهل منها 5 منتخبات فقط. لكن
الحلم والمشروع هو أن يصل المنتخب الموريتاني إلى دور المجموعات، إلى دور الأخير، هو قبل دور المجموعات دول 20 اللي شارك فيها 5 منتخبات، بغض النظر عن التأهل من غيره، لأن 5 منتخبات من أكثر من 50 منتخب بالتأكيد لن يكون سهلا، خاصة مع وجود عمالقة أفريقيا، يعني صح التعبير، ونحن نتحدث هنا من مصر، منتخب مصر والكاميرون وغانا وغيره من المغرب وتونس، طبعا منتخبات كبيرة، لكن المهم من كل ذلك أن يكون المنتخب الموريتاني من ضمن أن يصل إلى دور المجموعات بتصفيات المونديال على مستوى الإفريقي، وهم مواصلة مشاركة بشكل دائم في نهائيات أمم إفريقيا والوصول، ومشاركة طبعا في الشام والمحليين وبطولة الشباب والناشئين إلى غيره من البطولات الإفريقية. طيب، كان في جلسة من محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا مع اللاعبين بالأمس قبل ما يسافر ويسيب مصر، جلسة كانت أكيد مهمة، وقبل مباراة تونس بكرة كواليس الجلسة دي كانت إيه؟ بالتأكيد هو حث اللاعبين على أنهم يواصلوا جهودهم من أجل تحقيق أحلام الجمهور الموريتاني، بغض النظر عن النتائج. في وصول المنتخب الموريتاني لنهائيات أمم أفريقيا كان الشرف وعزف النشيد الموريتاني في محفل بهذا المقام، في بلد كهذا، والنشيد الوطني ورفع العلامة الوطنية، كلها أمور كان لها بالطبع ما تستحقه من طرف هناك موريتانيين، ويجب أن نحترم عليه المنتخب الوطني بغض النظر عن النتيجة. وبالتأكيد هذا هو ما كان في معظم حديث رئيس الجمهورية للاعبين خلال الجلسة التي جاءت بعد المباراة، وأظن أنها كانت محفزا كبيرا للاعبين، بعد لأننا لاحظنا كيف ظهر المنتخب الموريتاني في مباراته أمام أنغولا، ظهر بصورة مختلفة جدا، لعب بصورة رائعة، كاد أن يسجل. جميع المتابعين لكرة القدم تصوروا أن المنتخب الموريتاني كان بإمكانه الفوز وخطف النقاط، وأنه ضاع فرصة الفوز وإلى آخره. وبالطبع كما قلت لك في البداية، كان لها دور كبير فعلا في تحقيق نقطة التعادل. تمام. طيب، عايز اخد رايك بقى في البطوله نفسها بشكل عام، وبالتحديد في الجانب التنظيمي، نبتدي بالجانب التنظيمي، رايك في ايه؟ بالتاكيد التنظيم نحن في السابق لم نتابع بطوله عن قرب كما تابعنا بطوله امم افريقيا هذه السنه في مصر، لكنني صراحه تعجبت كثيرا من التنظيم. حقيقه هي بطوله نظمتها مصر بما في الكلمه، نظمها المواطن المصري، نظمها الجيش المصري، نظمتها السلطات المصرية بشكل عام. الجميع يساعدك عندما تكون قريب، الجميع يدلك على حيث ما لا تعرف. صراحة تنظيم في غاية الروعة، نحن جئنا للسويس شاهدنا كيف تم التنظيم هناك بصورة متميزة جدا، زرنا معظم الملاعب التي صراحة لم أزر الإسكندرية، لكن زرت الملاعب القاهرة، ملعب القاهرة وملعب السلام، ملعب الدفاع الجوي. صراحة تنظيم متميز جدا، تنظيم رائع ويستحق الاحترام. وفعلا يمكن نقول ان مصر انقذت كره القدم الافريقيه من الضياع. تمام. طيب، فيما يتعلق بالجانب الفني، شايف البطوله فنيا ازاي لحد دلوقتي، وابرز المنتخبات مين؟ بالتاكيد الجانب الفني ما يزال صراحه من الصعب التكهن فيه، لكن هناك المنتخبات الكبيره ما زالت تعاني، وربما تحصل مفاجآت في الدور الثاني. لم تفز، شاهدنا منتخب نيجيريا مثلا تتعثر، شاهدنا صحيح المنتخب المصري كسب 90 نقاط، لكنه بأداء حقيقة ليس أداء المنتخب المصري الذي تعودنا عليه خلال السنوات الماضية، منتخب كان مرعب جدا وكان مخيف، كانت جميع المنتخبات التي تخاف عندما تدخل البطولة تخاف المنتخب المصري، لكن المهم في النهاية هو كسب النقاط. هناك منتخبات أخرى مثل الكاميرون، مثل منتخبات أخرى أصلا كانت تقييدية في هذه البطولة، لم تظهر بالمستوى الذي كان يتوقع منها. وربما يعود الأمر في المقام الأول بالتأكيد إلى تطور الكرة في أفريقيا وتقارب مستويات الفرق المشاركة، بغض النظر عن 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 عن, عن, عن تاريخها ومشاركتها وخبراتها في هذه المسابقه طبعا العريقه في القاره الصغرى. المنتخب الاقوى حتى الان من خلال متابعتك للبطوله؟ نرجو ان يكون منتخب مصر. منتخب مصر الان كسب 3 نقاط، 9 نقاط تاكيد، حتى لو الاداء مش كويس شويه، يمكن ان نقول ان منتخب الجزائر ايضا لا باس. بالضبط. منتخب الجزائر دول اقوى منتخبين من وجهه نظرك يعني؟
تقريبا. طيب لو لم تتعثر السنغال لقنا السنغال، بس السنغال تعثرت على الجزائر. لكن مرشحين بقوه للفوز بالتاكيد السنغال، حتى بغض النظر عن سقوطه قبل الجزائر ما زال مترشح. مالي ايضا مرشح ايضا للفوز، مالي منتخب قوي طبعا. المنتخبات العربيه الثلاثه الجزائر تونس المغرب الكاميرون ايضا. وليه لا موريتانيا توصل ادوار متقدمه ان شاء الله؟ اتمنى ذلك طبعا، لكننا نحن نتحدث هنا بصوره تقريبا بعيده عن العاطفيه. نحن نتمنى ان نفوز ونلتقي على الاقل في النهائي مع مصر بعدين نتقاسم الجائزه. لا مش جائزه لمصر ان شاء الله. ناخذها نحن برضه الكره معنا يعني. طيب اللاعب اللي لفت نظرك في البطوله حتى الان او ابرز اللاعبين بشكل عام من وجهه نظرك؟ صراحه لفت انتباهي تريزيجيه فاجئني صراحه، وظهر صراحه بغض بوجود محمد صلاح من الصعب ان يظهر لاعب ذلك المكان. محمد صلاح من افضل اللاعبين في العالم، عندما تظهر الى جانب صلاح اكيد انت شاهدنا رونالدو وميسي مثلا، من الصعب ان يظهر لاعب الى جانبي في منتخباتهم، كما شاهدنا تريزيجيه ونجم منتخب مصر. طيب بكره مباراه تونس وموريتانيا اتكلمنا عليها بس بشكل سريع، عايزين نتكلم عليها بشكل مفصل شويه، وبتحديد دولتين عربيتين ومباراه اكيد هتبقى مهمه. تونس عندهم خبرات كبيره جدا في البطولات الافريقيه، احرزوا اللقب مره واحده 2004، في المقابل دي اول مشاركه للمنتخب الموريتاني في البطوله. شايفين المباراه دي ازاي؟ التعامل هيكون فيها ازاي من قبل المنتخب الموريتاني؟ منتخب موريتاني حاليا ليس لديه ما يخسره. هو هنا اصبح في مفترق طرق، نكون او لا نكون. اذا فاز في اللقاء بالتاكيد سيعبر الى الدور الثاني، اذا انهزم لا قدر الله وتعادل سيكون خارج البطوله، لذلك عفوا من المتوقع ان يدخل المباراه بحذر شديد، لكن ايضا مع نسق هجومي جديد عكس ما شاهدنا في المباراه الماضيه. ربما كانوا لانك المباراه الماضيه دخلها وهو مهزوم ب4-1، وربما يكون هناك حذر دفاعي شديد مبالغه فيه. اليوم مباراه غدا ربما تكون مختلفه نسبيا. صحيح هو ربما يعتمد على نفس الطريقه 4-3-3 التي لعب فيها امام انغولا، لكن مع تقدم هجومي شويه، عندما لاحظنا في المباراه الاخيره انه كان اقرب لوسط الميدان. غدا ربما يعود لمركزه الطبيعي كراس حرب. تصريحات المدرب في المؤتمر الصحفي، المدير الفني للمنتخب الموريتاني، وقال احنا مش خايفين من تونس، شايف التصريحات دي ازاي من وجهه نظر؟ ربما يكون مدير منتخب موريتانيا لديه معرفه كبيره بمنتخب تونس، انه التقى به خلال تصفيات المونديال الاخير بروسيا، وخرجت موريتانيا بصعوبه جدا من التصفيات من تونس. تونس كادت ان تخرج امام موريتانيا في تلك التصفيات، لولا طبعا لخبره المنتخب التونسي وتسرع اللاعبين الموريتانيين او الضغط الكبير الذي تعرضوا له خلال تلك المشاركه. وهذا ربما يكون ما يكون هو نقطه قوه المنتخب الموريتاني، لانه يعرف جيدا منتخب تونس، واكتسب ربما يكون شيء من الثقه خلال المباراة الأخيرة الماضية أمام أنغولا، ومعرفة شيئا ما بالطريقة التي يلعب بها مدرب منتخب التونسي إلى آخره. وبالطبع ما له ما يبرره كما قلت لك. الجالية الموريتانية في مصر قد إيه؟ والمشجعين اللي جم من موريتانيا لمصر عشان يأزروا المنتخب قد إيه؟ طبعا الجمهور الموريتاني توافدت منه العشرات، من البعض جاء مع البعثة، رافق البعثة، والبعض جاء على حسابه الخاص. هذا طبعا اضافه للطلاب الموريتانيين في مصر، مختلف محافظات مصر جاؤوا انتقلوا الى مدينه السويس، من الاسكندريه، من الاسماعيليه، من مصر، من القاهره، ومن غير من جميع المحافظات. اكثر من 200 طالب موريتاني هنا في مصر، معظمهم جاء الى السويس خلال مباريات المنتخب الوطني. هذا طبعا تعززوا طبعا بالجاليه الموريتانيه الموجوده والموريتانيين القادمين لمؤازرة المنتخب من مصر. وطبع المباراة الأخيرة تضح أن الجمهور الموريتاني كان الأكثر وحصل على جائزة أفضل جمهور في المباراة. طيب بالتالي أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب الموريتاني، لكن رغم كده كان في ناس متوقعة كتير قوي أن منتخب موريتانيا يكون الحصان الأسود في البطولة، رغم أن هما كان ليهم مباراة مع مدغشقر، أو منتخب موريتانيا كان عنده مباراة مع مدغشقر اللي هي الحصان الأسود الفعلي في البطولة حتى الآن، وانتهت بفوز موريتانيا 3-1. ليه التوقعات ما جاتش
باللي الناس كانت بتتنبأ به يعني. صح، ربما يكون التوقعات ذهبت لدقشقر. دقشقر التقت بموريتانيا قبل اسبوعين تقريبا في مراكش المغرب، وكانت فوز موريتانيا كاسح 3-1، لكن يكون ضغط نفسي على اللاعبين وشيء من هذا القبيل، والخوف المبالغ فيه من الخصم اثر علينا في المباراه الاولى، لكن لم يخسر شيء. المنتخب الموريتاني ما يزال في البطوله، وقد يفوز غدا ويواصل في البطوله ويكون هو الحصان الاسود. كل شيء ممكن، كره القدم مفتوحه على كل الاحتمالات. طيب، الشارع الموريتاني هل هو راضي عن اول مشاركه بالنسبه لموريتانيا في بطوله الامم الافريقيه؟ بالتاكيد الشارع الموريتاني مفتخر جدا بمشاركه المنتخب، والجميع يعازر المنتخب ويقف قلبه، وحتى بعد الهزيمه امام مالي الجميع خرج بدون اي صح تعبير امتعاض او غضب من 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 الهزيمه. صحيح هي الهزيمه في كره القدم مريره جدا طبعا، لكن عندما تكون لاول مره تشارك ولديك ايضا بمشاركتك بحد ذاتها تعتبر بحد ذاتها انجازا بحد ذاتها، وانت ما زلت في البطوله. المنتخب الموريتاني لم يخرج حتى الان، ما زال في البطوله ولديه طموحاته ولديه امال في الوصول لدور ثاني بغض النظر عن قوه المنتخب التونسي طبعا. لكن في حاله من الرضا موجوده يعني عند الشعب الموريتاني بالتاكيد. تعززت مع نقطه التعادل، لان شاركنا في السابق في بطوله المحليين في المغرب وايضا في جنوب افريقيا، لكننا خسرنا المباريات الثلاثه. هذه اول نقطه يكتسبها المنتخب الموريتاني في نهايه القاري. طيب، خليني اقول لحضراتكم ان دلوقتي في ماتشين بيتلعبوا زي ما انتم عارفين، مباراه ما بين جنوب افريقيا والمغرب، وحتى الان التعادل السلبي 0-0، مباراه ما بين كوت ديفوار وناميبيا، النتيجه اتغيرت بقت 2-1 لكوت ديفوار، فبالتالي كوت ديفوار كده بتوصل للنقطه رقم 6 لو المباراه انتهت بهذه النتيجه، وفي المقابل ناميبيا بتخرج بشكل رسمي، هم في الدقيقه 72 حتى الان. يعني النتائج لو مشيت بالشكل ده هتبقى المغرب اول مجموعه، كوت ديفوار تاني مجموعه بست نقاط، وجنوب افريقيا كده هيبقى عندها نقطتين يا جماعه، صح؟ ما اعتقدش ان هي كده هتقابل مصر. جنوب افريقيا كده هتبعد عن مواجهه مصر، وهيبقى الاولويه لكينيا حسب النتائج بتاعتها بكره. هنشوف، احنا بنحاول نتنبا باللي هيواجه مصر في دور ال 16، شايف مين الاقرب؟ ما عرفتش. بس ما قلت انت ممكن. شايف البطوله بقوتها القوة والصعوبة هتبقى بداية من دور 16 ولا بعد دور 16؟ دور 24 اللي هو الفي حالا لم تتعود عليه المنتخبات، المنتخبات كانت تلعب دور 16 من البداية. ربما يتحسن أداء البطولة مع التقدم البطولة دور 16 دور 8 إلى آخره. بشكل تدريجي ربما تتحسن مستوى الفني. هل عدد المنتخبات الكثير في البطولة ده أثر على الجانب الفني الخاص ببطولة؟ بالتأكيد، وما دام كلما زاد العدد اثر المستوى الفني، لكن ايضا شاركه منتخبات كانت تغيب. ان هناك منتخبات كبيره كانت تغيب احيانا بصوره بفعل فاعل او بصوره غير مرضيه، مثلا من 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 النادر ان تجد هذا الكم الكبير منتخبات كبيره في مكان واحد، لان مثلا نيجيريا، الكاميرون، معظم المنتخبات اليوم الكبيره موجوده في هذه البطوله، وهذا بالطبع احدى حسناتي او ايجابياتي زياده المنتخبات بالتاكيد. تمام. طيب، خليني بس اقول تعديل سريع، ان جنوب افريقيا كده لو المباراه خلصت ما بينها وبين المغرب بالتعادل السلبي هتوصل نقطه رقم 4 مش رقم 2، لان هم كسبوا ناميبيا فعلا بنتيجه 1-0، فبالتالي جنوب افريقيا كده تقترب من مواجهه المنتخب المصري في دور 16 على حسب النتيجه الخاصه بكينيا امام السنغال، ومن المتوقع ان السنغال هي هتكسب لان هي في اشد الحاجه للفوز عشان تصعد للادوار المقبله، لان عندهم 3 نقاط بس بعد الهزيمه من الجزائر، فالسنغال اكيد هتبقى قويه جدا بكره امام تنزانيا، فبالتالي امام كينيا، فبالتالي كينيا هتبعد شويه. الاقرب حتى الان حتى هذه اللحظه جنوب افريقيا لمواجهه منتخب مصر في دور 16، واحنا عارفين ان المنتخب هيواجه في دور 16 افضل 4 توالت الاولويه للمجموعه الثالثه، لو مش المجموعه الثالثه هيبقى المجموعه الرابعه، لو مش المجموعه الرابعه هتبقى المجموعه الخامسه اللي بتضم مين؟ تونس، انجولا، مالي وموريتانيا. فهنشوف الامور هتمشي ازاي خلال الايام او خلال 24 ساعه اللي جايين. يا استاذ مصطفى مأمون، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا لكم، نورين. بشكرك، شكرا النادي الاهلي. بشكرك، شكرا جزيلا.
نورتونا، ويعني دايما مرحب بيكم في بلدكم تاني مصر. سرجين، جزاكم الله خيرا. طبعا دي كانت فقرتنا الثانيه من حلقه كلام في الميديا النهارده. كان معانا الصحفي الموريتاني المصطفى مأمون، مدير تحرير موقع كوره انفو، واتكلمنا في تفاصيل كتيره جدا بتخص المنتخب الموريتاني والمشاركه الاولى ليهم في البطوله الافريقيه، كمان البطوله من الجانب التنظيمي والجانب الفني. اكيد فقره كانت مميزه جدا دي، كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. بكره حلقه جديده ان شاء الله، الى اللقاء.